الصوفية الذين قالوا إذا بلغ العبد مرتبة سقطت عنه التكاليف، فبدل أن يشتغل بالعبادة يشتغل بالمعبود، بدل أن يشتغل بالذكر يشتغل بالمذكور. ولذا عندهم أنهم يفنون، يقولون لا نعبد الله. لما؟ لأننا وصلنا إلى مرحلة نشاهد فيها الله ويسمونه فناء، وهذا فناء إلحادي كفري، فيقولون تغيب عقولنا. ولذا عندهم حديث لا يصح: اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثرها البله، يعني البلهاء المجانين، كيف يكون هذا؟ والله عز وجل يخاطب أهل العقول: هل في ذلك قسم لذي شجر؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وما يذكر إلا أولو الألباب. تأتي الاتحادية ويقولون في فناء، الفناء أن الله قد اتحد بكل شيء، وهذا فناء إلحادي كفري.